اللي تقدر تحشي لي الهضره وانا بامكاني نرد عليك وبامكاني ننزلك عند حدك، لكن لا كنسكت. تخيلوا انا عارفه كتضحك عليا وعارفه كتبغي ديلي فلوسي وعارفه كتستغلني ونخليك وكنسكت. انا من اخطاء يتعلم المرء. اش كنقول لك خصك تبدل من راسك وتخدم على راسك، حيت انا بيدي راه كنت بحالك، راه انا بيدي كنت هيدا. انا السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صحه مزيانه؟ هذا الفيديو هذا فقط لاي وحده باغا تبدل من الحياه ديالها بحال اللي كانت انيسه شحال هادي. غنهضر لكم في هذه القصه انا شحال هادي، وعاد بالله مقولت انا كنت من الناس اللي دائما كنعيش الحياه ديالي كيف ما بغيت. عندي الخدمه، كنخدمها بالليل مثلا، نقدر مثلا كانت كتكون عندي الخدمه وعندي واحد الشغف وعندي واحد الحب كبير لميدان الخياطه، كنت كنبقى قصره ليله كامله حتى الاربعة الخمسة الصباح، تخيلوا معايا، ونفيق في 8 او 9 الصباح. كنت كنعطي واحد المجهود اللي كبير، كنت باللغه العربيه مين ماشه ما عرفاش منين نبدا وشنو الهدف ديالي وشنو خصني. اهم نقطه هو انني خصني نخدم، حيت بطبيعه الحال ميدان الخياطه واحد الميدان اللي هو صراحه مزيون، يعني اذا كنتي شغوفه ومن النوع اللي عندك العقل وكيعجبك تبتكر غتمشي فيه بعيد وغتدخل منه الفلوس، لكن الطريقه اللي كنت ماشى فيها ما كانتش صحيحه بصفه نهائيا، وكانت غلطه مليون في المية. علاش؟ حيتاش ما كانش عندي واحد النظام في الحياه ديالي وما كانش عندي واحد الهدف واضح، لكن مع الايام تبدلت لي العقليه ديالي وتبدل لي التفكير ديالي، وقدرت انني نسوق الفيل اللي انا ماشى به. وشكون هو الفيل؟ الفيل هو الجانب العاطفي ديال كل وحده فينا، واللي ما نكروشي حتى شي وحده فينا ما كتقدر تغلب الفيل. باش تقدر تغلب الفيل خصك تبني عادات وخصك تعلم بذكاء باش تقدر تغلب داك الفيل اللي هو الجانب العاطفي. مثلا كلشي كيعرف باللي الفيق بكري بحال اللي كيقولوا بالذهب المشري، لكن ما كنقدروش نفيقوا بكري. كلشي كيعرف باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال باركوا في لامتي في بكورها، وهيداك انا كنت كنخدم بالليل. كلشي كيعرف باللي صلاه الفجر فيها واحد البركه كبيره، وكلشي كيعرف باللي اذا دعيتي على الله ربي غيعطيك اي حاجه انتينا كتمناها، واخا هيدا كنبقاو نتشكاو للناس بزاف ديال الحاجات فينا، لكن المشكل ديالنا هو اننا خصنا نتقدموا للامام بدون ما غنعملوا شي حاجه. واخا اغلبيه ديال الناس بطبيعه الحال كنهضر على الناس اللي كيقدروا يجلسوا واحد السويعه مع راسهم ويفكروا ويشوفوا في الحياه ديالهم كانهم كيتفرجوا شي فيلم، عارفين شنو كخصهم يعملوا باش يقدروا ناس ناجحين، باش يقدروا يكونوا ناس اللي هما ناجحين. مثلا غير انا، وعوذ بالله من قوله، انا كنت عارفه باللي اذا قدرت انني نفيق بكري غنقدر انني نصور فيديوهات يوميه، وغنقدر انني نحقق بزاف ديال الاهداف، وغنقدر انني نمشي الخدمه ديالي كيف ما يجب، ونعمل الشغل ديالي الدار، ونجبر الوقت الراسي ونجبر الوقت لوليداتي. لكن للاسف كنبقاو نتبعوا الفيل اللي هو الجانب العاطفي ديالنا فيما مشى فيما بغى يمشي، كنبقاو نعملوا داكشي اللي خصو يتعمل ماشي داكشي اللي خصنا نعملو، يعني داكشي اللي واجب علينا نعملوه، بحال مثلا الفيق بكري، وبحال مثلا نحددوا هدف معين ونلتزموا بادق التفاصيل اللي غتقدر تمشينا. واغلبيه الناس كيجبروا اعضاء راسهم، بحال مثلا الفيديو انا اللي نزلته البارح، جات واحد السيده كتبت لي نتينا عندك الراجل ديالك اللي كيدعمك باش قدرتي انك تنجح. اللي بغيت نقول لك الحبيبه ديالي، وانا راه من زوج بالراجل ديالي كان ما كيخلينيش نخرج حتى لباب الزنقه، يعني من زوج فيه كنت اي موطع كنمشي ليلو كيديني هو، لدرجه انني ملي كنت كنمشي للدار ديالنا كان كيديني في 6 ديال الصباح، حيتاش كيكون ماشي للخدمه كيديني كيوصلني في داك الساعه، كيكونوا ناعسين وانا كندخل وكندق عليهم، كندخل ونجلس هيدا ولا نعس
نكمل نعس معاهم وفطر معاهم. علاش؟ حيتاش ممنوع عليا انني نخرج بكري، لكن مع الايام وبالحيله ممكن انك الراجل كيخليك ومي كتعمل وليداتك وداكشي مهم، كتبقى دقه دقه. بالنسبه للخدمه اللي دابا انا حاليا خدامها كانت ممنوعه عليا، ما يمكنش انيسه تخدم. علاش؟ ما باغيش. عييت معاه قال لك لا بصفه نهائيه ما تخدمش، لكن حيتاش انا كان عندي واحد الهدف وكان خصني عندي واحد الاصرار انني ندخل الفلوس بهذا المعنى، قدرت انني نتعلم واحد الصنعه اللي دخل لي، واخا هو انه خلاني نتعلم واحد 3 ساعات هيدا كنت كنتعلم في النادي، لكن ما كانش باغي امور هيدا. قال له صافي خليها هي كتلها ياك. ونزيد لكم واحد الحاجه اخرى، من تعلمت ما كانش متوقع بتاتا بانني نخدم، وهيداك ومشيت وزعمت وطلبت الخدمه وخدمت مع واحد الخياطه، حيتاش انا كنحاول انني نبصكر وكنحاول انني نجدد، كنت كنخدم لها بالثمن اللي بغاته هي. اهم حاجه هو انني نطلق يدي ونرجع معلمه، وداكشي كيجي دقه دقه. وعاود من عملت المحل راه كان رافض بتاتا، لكن مع الايام قدر انه يخليني منين شافني بانني طموحه وشاف الهضره ديالي باللي كتقدر تجيب شي حاجه، يعني ما فيهمش فيا غير الهضره وصافي. وحتى منين عملت هذه القناه هذه في اليوتيوب اللي دابا كنتواصل مع الوف ديال الناس تبارك الله، راه عندي قناه فيها 260,000، ماشي سهله باش توصل لهذا الرقم بدون اشهار وبدون ما يهضر عليك حتى شي واحد، يعني غير منك راسك. من وصلت لهذا العدد هذا دابا وصلت لواحد الدرجه انني كسبت الثقه ديالو، عارفني بانني مثلا نقدر نعمل شي حاجه، نقدر نوصل شي حاجه لدرجه انني مي كنقول له خصني نعمل ولا خصني نفعل ولا شي حاجه بحال اللي كيثق فيا. علاش؟ حيتاش انا خدمت على هذا الشيء. لكن كاينين واحد النوعيه ديال الناس اللي صافي كتستسلم وكتجلس وكتجي معاها انا هما تعملت شي حاجه وما كتحاولش، والمحاوله ماشي بقات على الزن الزن الزن، حيت شو رجلك ما بغالك شي حاجه صافي سكوت، ما تزيدش تعاودالو، خلي بلاتي وعاد داك الساعه قول. اذا بغيتو نعمل لكم شي فيديو على بعض النصائح ديال هاد الحاجات هادو. اما داك الزن قول واخا واخا واخا، كتزيد تحسسو باللي خصو شي وافق وما خصو شي يبغي لك. دابا في هاد الوقت هذا اللي قبل ما نبدا انا يعني انا بديت قبل هادشي ديال السوشيال ميديا، اما دابا حاليا يعني مع الانستغرام مع الفيسبوك مع بزاف ديال الحاجات، راه بطبيعه الحال اذا عملتي واحد الحاجه راه تقدر توصل بعيد. اما شحال هادي كنتي باش توصل بعيد خصك تخدم وتكافح وتعمل داكشي مزيان وتعطيها الكليان وكليانات تهضر مع كليانة اخرى وتجي. والنقطه اللي مهمه اذا ما كانتش في اي وحده فيكم خصها تكون فيها، شنو هي النقطه اللي مهمه؟ هو خصو يكون عندك اليقين في الله. شفتوا انا اللي كنهضر معكم دابا عندي يقيني في الله لواحد الدرجه اللي نحشم اولا شو معيب نقول لكم هاد الهضره، لكن صراحه صراحه والله الدرجه كان وصلت لواحد المرحله كنت كنحس براسي، ماشي كنت دابا وكلشي، يعني كتحس باللي ربي انا عنده عزيزه وباللي ربي عندي فواحد المقامه يعني كبيره بزاف، بحال اللي نقولوا باك، بحال اللي نقولوا شي واحد اللي عندك هو حياه ديالك كامله، فهمتي راجلك باك ولا اي واحد، عرفتوا اذا شعرتوها في ربي، ربي غيوقف معكم ديال بصح وربي غيسر لك في اي طريق انتينا ماشيه فيها. شو تفائل بالخير وحاول انك تكون واحد الانسانه ايجابيه وتوصل وعقل على هاد الهضره ديالي. علاش انا قلت لكم هاد الهضره هذه؟ حيتاش معظم الناس اللي كنتواصل معاهم للاسف كيكونوا سلبيين، كتبقى تهضر وتشكي بواحد الدرجه ديال ان ما عندهاش شي باب او ما عندهاش شي حاجه اللي تقدر توصل شي. اذا كان هاد الاحساس عندك داخلي باللي ما كاينش اللي يوصلك او بلي نتينا غتخسر، راه كون اكيد انك غتخسر والله حتى تخسر ما غتربحش. شوفوا اي وحده باغا تبدا شي مشروع وكتشوف راسها بلي هي ما منا والو، كون اكيد انا ما غيكون منك والو. علاش؟ حيتاش نسيتي ربي،
اولا كتقول باللي ربي يقدر يستخسر فيك داك الحاجه، اذا راه ما غتوصل حتى شي حاجه. باش نجيكم من الاخر فهمتوني اللي بغيت نقول لكم. والزربه ماشي مزيانه، تهدن وجلس وتنفس بعمق وفكر مزيان عاد بدا شي حاجه. دابا هنايا غنشارك معكم بحال اللي قلت لكم هذا الفيل هذا كيفاش تقدر تغلبو، اللي هو الجانب العاطفي. انا نقول لكم مؤخرا اذا شفتوا رغبت عليكم واحد المده حيت كنت تالفه، كنت بزاف ديال الحاجات كنشوفهم. مثلا انا بحال اللي قلت لكم كنشوف راسي بلي اذا فقت بكري راه نقدر نعمل بزاف ديال الحاجات، ومنهم غنعمل فيديوهات يوميه غنشاركهم معكم. وبهذا الطريقه غنزيد نوصل للناس اكثر واكثر، وغنكمل داك 300,000 في القناه، وما كرهتش نكمل حتى في الانستغرام. ونقول لكم واحد الحاجه، وما كرهتش نكمل من هنايا راس العام. وتخيلوا معايا واحد الحاجه اللي هي باش نكمل 300,000 هنايا في اليوتيوب وباش نكملها في الانستغرام خصني 130,000. تخيلوا 130,000، لكن باش نكملها راه خصني نكون مشاهده. وبطبيعه الحال نزل لكم فيديوهات يوميه ونشارك معكم افكار بطبيعه الحال اللي ممكن انها تستافدوا منها، وممكن انها حتى انا نستافد منها، اللي هي مثلا تطلع القناه ديالي اكثر واكثر. وبهذا الطريقه انا كنفرح، حيت هو قال لك اذا بغيتي تكون فرحان واحد الانسان سعيد خصك تساعد شي واحد، داك الفرحه ديالو كتفرحك كاينه ولا لا؟ تخيلوا معايا مثلا عندك الحويجه في الدار وبغيتي تعطيهم لشي وحده، وداك الوحده مش براتهم فرحات بداك الحوايج، شنو الاحساس اللي غتحس به؟ غتحس بواحد الفرحه بواحد الانجاز عملتي في الحياه ديالك. مهم ما علينا، قلت لكم هذا الفيل هذا اللي عندي في العقل ديالي اللي هو الجانب العاطفي ديالي شنو كان كيقول لي. انا نقول لكم كان كيقول لي انني متبعه مثلا في انستغرام بعض الناس اللي كيبقاو ينزلوا فيديوهات ياك يعني في الانستغرام او الستوريات، كنبقى نتفرج في هذه وهذه وهذه وهذه، كندوز ساعات بعد النوبه 3 ساعات كندوزها كنفكر كنقول دابا تخيل. وخصوصا انني عامله واحد القضيه في الانستغرام ديال نشوف شحال دوز في النهار ديال الساعات في الانستغرام باش كنشوف راسي من طريق ما شافيه، كنجبر راسي دوز بعد نوبه ساعه بعد نوبه 2 ساعات بعد نوبه 3 ساعات، لكن بقوه انني كنتفرج فيهم رجعت مدمنه عليهم، كنتفرج وكنشوف شنو غيعملوا. خصوصا ملي كيبقاو يعاودوا لك داكشي اللي عملوه في النهار ديالهم، يعني كيبقى داكشي التشويق بحال الشكل ديال شي مسلسل اولا فيلم. والمشكله ما كنتبعش شي وحده، راه كنتبع بزاف، كاين اللي ممكن انني نستافد منه وكاين اللي ما يمكنش انني نستافد منه. ما علينا، هنا بديت كنفكر كنقول انا هاد 3 ساعات اللي كنضيعهم مثلا في الانستغرام شنو ممكن انني نعمل فيهم؟ ممكن انني نطيب فيهم، ممكن انني نعمل فيهم فيديوهات، ممكن انني نخدم على راسي اكثر واكثر. باش تخدم على راسك يعني بافكار، يعني تستثمر في راسك، ماشي تخدم على راسك من ناحيه الفلوس، لا، خصك تخدم على راسك حتى من ناحيه ديال انك تستثمر في عقلك في راسك وفي العقل ديالك، وتكون واحد الانسانه ايجابيه، واحد الانسانه اللي هي مريحه، واحد الانسانه اللي عندها العقل وكتعرف تهضر وكتعرف شنو خصو يتقال وشنو اللي ما خصوش يتقال، فوقاش تهضر وفوقاش تسكت. مثلا ما علينا، جبرت راسي كنضيع واحد الوقت هنا، جبرت راسي بعد مرات صافي كنحس براسي عييت كخصني نرتاح، جبرت راسي ما بقيتش كنفيق بكري، او لو واخا كنفيق بكري كنفيق بزز مني. باش نجيكم صريحه، ملي جبرت راسي كنفيق بزز مني، ومي كنفيق بزز مني راه بعد النوبات ما كتكونش عندك الكانه بانك تعمل بعض الحاجات حيتاش فايقه بزز منك حيتاش خصك تفيق. هنا قلت شنو كخصني باش نفيق وانا مرتاحه؟ النقطه الاولى اللي هي باش نفيق وانا مرتاحه خصني ننعس بكري، وباش ننعس بكري خصني ندخل بحالي للدار بكري، نوجد الحاجات اللي كخصهم يتوجدوا باش نفيق بكري ونفيق فرحانه. وباش نفيق فرحانه ونقدر نصور خصها تكون عندي على الاقل الدار مجموعه شويه بالليل، باش في الصباح كنقدر نوض ونشوف. مين بديت كنعس بكري بديت كنفيق بكري وكنوض، حياتي مبدله، فرحانه ومشطانه. وملي كنجلس مع راسي كنعمل واحد كويس د قهوه كنبقى نفكر، كيطيحوا عليا افكار، كيطيحوا عليا بزاف ديال الحاجات، ممكن انني ندخل نستافد من شي واحد،
ممكن انني نتفرج شي فيديو اللي يعود عليا بالنفع، ممكن انني نعمل بزاف ديال الحاجات. اذا هنا حسيت بواحد احساس اللي هو واعر، اللي انني رجعت واحد الانسانه كننتج. هنا طاحت لي في بالي باللي انني مثلا على حسب الخياطه اللي ما خصنيش نبقى نخيط دائما. علاش؟ حيتاش ما كنجبرش وقت لوليداتي، حيتاش ملي كتبقى تخيط ما كيبقى لكش الوقت. هنا اكتشفت بزاف ديال الحاجات اللي كخصهم يتغيروا، اذا جبرتها صعيبه شويه. علاش؟ حيتاش انا قلت لكم الفيل هو الجانب العاطفي. علاش انا قلت لكم الفيل؟ حيتاش الفيل يعني واحد الحاجه كبيره ما يمكنش انك تمشيها. هنا قلت أنيسة خصك تريض، حيتاش غلط وزيد في الوزن، والغلطه ماشي مزيانه ومضره بالصحه، درجه انني رجعت من كنخلف كنعيا كنعيا وما بقيتش بحال اللي كنت حركيه بزاف. شنو عملت؟ دخلت لاصال، وبطبيعه الحال ملي غتدخل في لاصال راه ما غيعجبكش الحال، وغتكون واحد الانسانه اللي فرحانه ومرتاحه وعجبك الحال. علاش؟ حيتاش كتمشي بزز منك، حيتاش الجانب ديالك العاطفي ما كرهش يرتاح ويجلس. شنو عملت؟ قلت خصني نتبنى عاده. شنو هي تبنى عاده؟ هو بزز منك خصك تمشي، ومنين بزز منك خصك تمشي عقلك الباطن غيرجع يمشي بدون ما يحس، وما غتبقاش تحس بالعجز. يعني هنا اكتشفت باللي باش نبني عادات اللي هما مزيانين هو تبطل، ما خصنيش نبطل الرياضه. بحال مثلا انا ابني الصغير علاء كنديه الحضانه بشكل يومي مع التسعود، ما كنبطلو حتى 10 دقائق. تخيلوا التسعود خصو يكون تما في الحضانه، تسعود قلق سما ينقلق سما، واخا يكون بحال قلت لكم شنو ما كان، الا اذا كان مريض هذيك حاجه اخرى. لكن كنديه في الساعه، قولوا لي علاش؟ حيتاش اذا ديتو شي نهار في التسعود ونص لظروف معينه، اولا عييت اولا شي حاجه، اش غيوقع لي؟ غنتسامس وغنبدا نقول ماشي مشكل، اجي ندي في 9 ونص، اجي ندي في 10، اليوم ندي في 11. لكن مي قررت بلي انيسه ممنوع كليا، انا اللي عملت راسي ماشي مولات الحضانه، انا اللي عملت راسي بلي ممنوع انك تدي ابنك في واحد الساعه اللي معطله، ضروري خصك تدي في 9. باقي لحد الان كندي في 9، وانا عارفه راسي ماشي من اللي معايا الملاغه مثلا واحد المره ندي في 9 ونص صافي غنتسنس غنبدا نعمل. هنا اكتشفت راسي منين بقيت كنوض بكري وكنجلس مع راسي، اكتشفت راسي بلي انا ماشي من داك النوع اللي صالح لي لحقه، ماشي مشكله، لا خصني نعمل الحاجه ديالي. بالنسبه للرياضه نفس الحاجه، دائما كنمشي في النهار ديالي كل نهار. اكتشفت بلي منين بديت كنمشي للرياضه ديالي كل نهار بهذه الطريقه، بطبيعة الحال ما كنبطلش وغنبدا نستمر في الرياضه. علاش؟ حيتاش ما بطلت حتى نهار، واخا يكون شكون ما كان، حيتاش تعلمت نقول لا، واخا يكون ما يجي عندي شي واحد بشي حاجه، الرياضه ديالي الرياضه، يعني بحال واحد الحاجه واجبه عليا، ياك يا هادي. منين بقيت بحال اللي قلت لكم كنمشي للرياضه وعامله في بالي بلي ضروري خصني نمشي، ها انا لحد الان بديت كنمشي. نفس الحاجه في اليوتيوب، قلت كل نهار خصني ننزل فيديو. حيتاش؟ علاش؟ بعض المرات كنت كنقول صافي خلي اليوم حقا ما ننزل شي حتى الغدا ولا بعدو. شنو كيوقع لي؟ اللي كيوقع لي هو بمجرد انني كنتكاسل واحد النهار كنبقى نتكاسل كل نهار، كنجبد سيمانه و10 ايام و15 يوم. علاش؟ حيتاش جربت نتكاسل واحد النهار. يعني اذا بغيتي تبني واحد العاده في الحياه ديالك خصك ما تتكاسل حتى نهار، وبزز منك في الاول، لكن مع المداومه راه اكيد غترجع عندك واحد الحاجه عاديه. دابا انا نقول لك واحد الحاجه، دابا مثلا انتينا بغيتي تبني عاده اللي هو ديال الفياق بكري، خصك تنعس بكري وتفيق بكري. في الاول غتفيق بزز منك، ومن قبل ما تفيق ضروري يكون عندك واحد كتيب وعارفه راسك شنو خصك تعمل في النهار ديالك. علاش؟ باش ماشي العقل ديالك هو اللي يمشيك. مثلا بغيتي تنعس غتنعس، بغيتي تدخل الانستغرام تدخل، بغيتي تنوض جمع الدار جمع الدار، كل وحده شنو باغا تعمل في اي وقت الدار ديالك. كيجي النهار كتجبر الدار ديالك مرونه مقلوبه، الغدا باقي ما مطيبش، ما عامله والو في الحياه ديالك وباغا تبيع،
كيفاش غتعمل تبيع؟ راه ما يمكنش. راه اذا بغيتي تبيع خصك تبدا من راسك ومن حاجات بساطين. هاد الهضره هادي كانت للناس اللي كيبداو يقولوا لا حقا انا الراجل ديالي ما كيبغيش، لا حقا انا الراجل ديالي ما كيدعمنيش. ادعم راسك بيدك، مو تخدم على راسك بيدك. كتعرف شنو هي تخدم على راسك بيدك؟ خدم على راسك بيدك. واش راجل كيكتف لك يدك؟ ما تدخل لهنا لهنا لهنا، ياك عندك التليفون وكتفرج فيه وبامكانك انك تعلم. استثمر في راسك هو الاولاني عاد تقدر تخدم. انا نقول لك واحد الحاجه، شوف باش نجيكم صريحه، شي دا ما استثمرتيش في راسك كن اكيده انك غطيح الف مره وتعاود ترجع تموت. بطبيعه الحال هذه اذا كان عندك واحد العزيمه راه بطبيعه الحال تقدر تموت، اما اذا ما كانتش عندك عزيمه راه غطيح وغتعاود. انا نقول لكم واحد الحاجه، تخيلوا واحد الحاجه، انا عرفتو كنت شحال هذه واحد الانسانه اللي انا نقول لك مثلا دابا اش انا كنقول لكم بدلت من الحياه ديالي، بدلت من الطريقه اللي انا ماشيه فيها. شحال هذه كنت مثلا ماشيه للمحل، ياك ماشيه للمحل غتجي عندي مثلا شي وحده اللي غتضيع لي جوج ثلاثة أربعة ساعات من الخدمه، كيقدر يكون عندي الخدمه وانا ما نعملهاش. كتقدر تكون عندي شي حاجه مهمه ما غنعملهاش، علاش؟ حيت حشمانه نقول داك السيده شوف راه انا عندي الشغل. اولا مثلا كنت كنكون خدامه، تقدر تجي شي كليانه اللي مثلا تجيب لي شي جلابه ديالو تقول لي اجي واخا تنقص لي منها اولا واخا تصلح لي ولا واخا تعمل لي ونصلحها لها وبلا فلوس ونضيع فيها وقتي، وداك الوقت كان ممكن انني نضيعه في راسي ونحشم نقول لا. ها هذه كان بامكان، كنت مثلا يجي عندي شي واحد اللي نحشم منه انني نتخلص منه ونشبر منه فلوس، نقول ماشي مشكله عطيه، كنصدق نضيع الفلوس وهو كاع ما كيشوف لك داك الحاجه باش نكونوا صريحين، اولا ينسى لك داك الحاجات اللي عملتيهم انتينا معاه، وانتينا كتكون غير حشمتي ماشي صداقه. حيت الصداقه بوحده وانك حشمتي وزز منك عطيتي واحد الحاجه بوحده. كنت كتقدر تجي عندي واحد السيده اللي مثلا تدي لي الفلوس تقول لي اعطيني 200 درهم اولا هذه ولا ماشي يعطيني مثلا غنعطيك نخلصك في الجلابه حقا سالي الحق. هذيك راه مؤخرا انا قلت لكم راه 5500 درهم اللي مشات لي وداتها لي واحد السيده ما خلصتنيش، علاش؟ حيتاش الغباء ديالي اللي قلت لا ما يمكنش هذيك حقا واحد السيده اللي مستحيل انها تدي لي الفلوس. نعطيها البياسات، كان عندهم العرس كنت نعطيها البياسات، ديك الساعه تصيفط لي الفلوس دق بصيفطا لي 1500. تخيلوا والله العظيم، وانا اكثر من 3000 وشي حاجه اللي مخلصه انا المعلميه بيدي. ما علينا، لكن من الخطا يتعلم المرء، انا من الاخطاء يتعلم المرء. اش كنقول لك؟ خصك تبدل من راسك وتخدم على راسك، حيتاش انا بيدي راه كنت بحالك، راه انا بيدي كنت هايده، انا بيدي كنت داك النوع اللي شنقول لك اللي يجي يعملها بيا كنحشم. تخيل نقول لكم واحد الحاجه، تخيلوا كنت من نوع ديال الناس اللي تقدر تحشي لي الهضره وانا بامكاني نرد عليك وبامكاني ننزلك عند حدك، لكن لا كنسكت. تخيلوا انا عارفه كتضحك عليا وعارفه كتبغي ديري فلوسي وعارفه كتستغلني ونخليك وكنسكت، كنقول ماشي مشكل، عارفه كتجي تدي لي من وقتي وانتينا مساليه شغلك وانتينا مساليه الحاجات اللي خصهم يتعملوا وما جدي لي انا من وقتي اللي انا الوقت ديالي راه كان عليا نعطيه لراجلي نعطيه لوليداتي نعطيه لراسي نرتاح فيه. ما كنتش كنعمل هاد الحدود. فين وصلت؟ وصلت لواحد المرحله ديال انني كنتهرب من الناس باش يخليوني، حتى قلت بلاتي تثبت راسك على الانسه، علاش غتهرب من الناس؟ غتجي تجلس معايا؟ شو اسمح لي انا مشغوله، غتجي دي لي الفلوس ديالي وانا خدمه فيهم وهذا؟ لا ما نقدرش. يلا تخرج معايا؟ لا ما نقدرش. اذا بغيتي في الساعه فلان فلانية اللي نقدر نكون مساليه اولا في النهار فلان فلاني، ماشي نخرج معك في اي وقت وفي اي ساعه اللي نقدر انا نضيع من الوقت ديالي. يعني بديت كنتحكم
فراسي اللي هو في الجانب العاطفي ديالي اللي كان مغلبني، اللي انا سميته لكم فيل، كنت قريته في واحد الكتاب. علاش سميته فيل؟ سميته فيل حيت واحد الحاجه كبيره صعيب بزاف باش تتحكم في الجانب العاطفي ديالك، صعيبه، وخصوصا الواحد اذا كان حساس بحالي انا. يعني كنت ما كنقدرش، كنحشم بهذا المعنى، كنحشم، كانت الحشمه غلباني لواحد الدرجه ما تتخيلوش. باقي ان شاء الله نعمل لكم هذا الفيديو ديال كيفاش تتغلب على الحشمه، حيت واحد الحشمه روح الحاجه صعيبه. يعني اذا بغيتي تبدل من الحياه ديالك وبغيتي تكون واحد الانسانه اللي هي واعره، خصك تغلب على الجانب العاطفي ديالك، وخصك تعمل داكشي اللي خصو تعمل، ماشي داكشي اللي انتينا باغا تعمل. باش نكونوا صريحين، راه دابا انا بيدي ما كرهتش، راه كنت ناعسه هيده فوق الفراش وشابره التليفون، اولا كنتفرج في شي حاجه وشابره مثلا، المهم شابره شي كاس العصير ولا شي كويز قهوه مدوده هيده ومرتاحه مع راسي، اولا مثلا نخرج نتسخر ونشري ونعمل ونفعل. لا، بالحق انا كنعمل الحاجه اللي خصها تعمل، واخا هي صعيبه، لكن بهذه الطريقه هذه باش كنقدروا نوصلوا لذاك الحاجه اللي باغيينها. يعني انتينا الحبيبه ديالي اللي باغا تخدم اولا اللي باغا توصل شي حاجه، اخدم على راسك. دابا انا هاد الهضره دائما كنقولها لكم، وكيدخلوا عندي ناس كيصيفطوا لي انستغرام ديالهم اللي حالته بحاله، وهي كتجبرها كتفرج في الناس اللي كيعملوا داكشي مزيون. علاش؟ حيت طريقه التصوير ديالهم مزيونه. اذا انت انتينا الحبيبه ديالي خصك تعلم. راه هاد الهضره اللي كنقولها لك راه كيقدر ما يقولها لك حتى شي واحد. انا كنقول لك الحاجه اللي تعود عليك بالنفع. انا مهمتي في هذه القناه هو انني نبدل لك من الحياه ديالك بحال اللي تبدلت الحياه ديالي. وباش كنجي نقول لك راه ما كايناش شي حاجه مستحيله، راه اي حاجه سهله قد ما سهلتي على راسك. عطي الوقت لراسك وما تخلي حتى شي واحد يضيع لك من الوقت ديالك. شوف، اذا بغيتي تنجح ما تخلي حتى شي واحد يضيع لك من الوقت ديالك، منك وانتينا طالعه، يعني تنتينا ما تضيعش الوقت دراسك، حيت اي ساعه مشات من الحياه ديالنا راه ما غترجعش. حاجه ثانيه هو ان حاول تبني عادات اللي هما مهمين اللي يقدروا يبدلوا لك من الحياه ديالك، من التفكير وانتينا طالعه. تعلم غير كيفاش كيكون العقل الباطني ديالنا كيفاش كيتحكم فينا. مثلا انا كنسوق، لكن كنسوق بالعقل ديالي، ما كنسوقش بالعقل اللاواعي. شنو هو العقل اللاواعي؟ العقل اللاواعي هو من كتبقى ممارسه يوميا كتبقى تعمل بعض الحاجات بالعقل اللاواعي. يعني مثلا ممكن تمشي تخمل الصاله بدون ما تشعر، علاش؟ حيت صافي مدربه على داك الحاجه. الحاجه اخرى اللي هي مهمه، عمرك ما تحشم من الواحد على حساب مصلحتك. يعني عمرك ما تحشم وتعطي من وقتك لواحد اخر. الوقت ديالك خليه ملك ليلك، ديالك انتينا. حاجه اخرى، حاول انك بحال اللي قلت لكم تبنيو عادات اللي هما مهمين واللي تقدر تستفد منهم انتينا وتكون واحد الانسانه ناجحه. راه حيتاش ما كاينش شي واحد فينا ما كيعرفش كيفاش يمشي في الحياه ديالو ويكون واحد الانسان ناجح. اذا ما كنتيش كتعرف، خصك تعرف، خصك تجلس مع راسك باش تعرف. خصك تجلس مع راسك، اعمل داك النظره ديال الطائر الطوير. اذا طلع فوق السماء وبقى كيشوف في نظرك انتينا، شنو غيشوف؟ غيشوف الدار اللي هان، وغيشوف الدار اللي مور الشجره، غيشوف الشجره، يعني غيشوف واحد الشوفه من الفوق. انتينا اذا وقفتي هيدا كتشوف غير الشوفه اللي هنا، ياك، غير اللي حداك، ياك. لكن الطويه كيشوف من الفوق، كيشوف كلشي. انتينا عمل داك الشوفه وشوف، شوف فايش انتينا مقصره مع راسك، شوف فايش مقصره في الدار ديالك، وشوف فاش مقصره في الخدمه ديالك، وشنو خصك تعمل باش تقدر تكون واحد الانسانه ناجحه. وما تقولوليش ما نقدرش ما نفيقش في الصباح، حيتاش انا اللي كنهضر معاكم راه كنت كنفيق حتى 12 ونص ديال الصباح، ولا يهمني الامر. محمد كيجي معطل، كنفيق معاه عطله، طيب الغداء، غندور هيدا الدار حتى لاخر ساعه، ونجلس كنعطيها المسلسلات والافلام، ونتفرج في هذه ونتفرج في هذه. لكن بغيت انني نغير من الحياه ديالي على داكشي كتشوفوني دابا حاليا كنهضر معكم. كنبغي لكل وحده تنجح في الحياه ديالها،
وربي يعطيك اي حاجه كتمناه. ودائما فكر باللي عندك ربي باش تكون واحد الانسانه ناجحه. وبسلام عليكم.